سائلة من بريطانيا تقول هناك أخت أعجمية وتريد أن تتعلم العربية، فهل يجوز لها أن تتعلم على يد أخت تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عندنا وهي لا تجد غيرها؟ لا في بس تتعلم العربية على يد مسلم من المسلمين أو حتى على يد غير مسلم. العربية ما يحتاج أن يشترط لها الإسلام، تأخذ العربية. والإخوان المسلمين الحمد لله هم جماعة، هم من المسلمين، لكن عندهم بعض المخالفات، ولكن هذه لا تؤثر على كونهم من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة. المخالفة التي عندهم لا تخرجهم من أهل السنة والجماعة. نعم، فلا ينبغي الغلو في هذه الأمور، نعم، وإخراجهم من أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة. عندهم مخالفات لكنها لا تخرجهم من أهل السنة والجماعة. نعم.